Alors, salam alaikum. D'abord, on est dans le Sahouf Sicile, il y a le Daqiqa Mchouna. Alors, Fat Sahih Adarandi, Inch'Allah, les deux corrections en français et en arabe. Alors, bien sûr, l'exercice Loulani, les Kentimrin, Dien Jihan Watani, Dora Sidraki, Elfin Tchoumkash. Alors, le mot à Taïdra and Konfitimrin. Alors, quand on a un souhait, alors, je vais vous faire un mot. Adnehna, on se fout même se mettre des racines. Taïf Koutla, ça veut dire le spectroscopie de masse. Alors, les daqiqatim, chounatim. Daqiqa l'oula, kan adna, huwa, h, e de plus et o de moins. Yani adna, juge del daqaiq, on a deux particules. Et alors, deux charges opposées. Wahda fiha anda deux plus, l'oukhra anda deux moins. Alors, kan aoua soual, huwa tahdid, masar, kul daqiqa. Chaque li atawna, huwa had. Idan atawna l'masar raqm wahad, wa atawna l'masar raqm itnan, wa had daqiqatim bjouj, ghidkhulu l'nafs. المجال المغناطيسي بنفس السرعة نفس اتجاه السرعة البدئية. دونك باش نحددها انا درت لكم تذكير. التذكير اللي كان عندنا هو الوغ كما قلنا قاعدة اليد اليمنى ولا لو ترياديغ ديريكت. الوغ قلنا على ان كيو في تعطيني المنحة ديال كيو فوا في، وعلى ان الابهام تعطيني لو سونس ديال بي، وعلى ان الوسطى تعطيني لو سونس ديال اخ. الوغ بما ان عندي هنايا جوج ديال جوج ديال الايونات، واحد موجب واحد سالب، اذا يكفي على انني نعتبر واحد موجب ونخدم عليه. اذا لا كان عندي موجب، اذا هذه هي في بي، عندي سيت ان فيكتور كي اونترون، اذا اف هي هذه. اذا الدقيقه اللي هي موجبه كانت عندها القوه اف هنا. الوغ الا كانت عندي سالبه صافي دير على ان هذه غتقلب، وبي هنا وفي غتكون هنا. اذا هذا تيعني على ان هذه غتكون هي القوه اف ديال الايون الموجب اللي هي ديال من ديال اش دو بلس. وعلى هنا غتكون عندي القوه ديال الايون السالب المطبقه على او دو مو. اذا هذا تيعني على ان المسار رقم واحد هي ديال او دو مو، وعلى ان المسار ديال جوج هي ديال اش او دو بلس. الوغ سؤال رقم اثنان، بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في مرجع غاليلي بين على ان حركة الايون اش او دو بلس حركة منتظمة مسارها دائري شعاعه يكشف على الشكل. الوغ هنا كاينين جوج ديال الطرق. الوغ هنا غندير معاكم الطريقة اللي درنا في الدرس، وفي التمرين الاخر غندير طريقة اخرى. الوغ دابا هنا الى خدينا درنا في الدرس على ان الدقيقة في هذه الحالة اللي تخدم عليها هي اش او دو بلس خاضعة لقوة لورنس بإهمال وزنها. الوغ هنا لا بارتيكول اش او دو بلس اي سومي à la force de Lorentz devant son poids. Donc, maintenant la somme des forces extérieures égale MA. La force là عندك هي F qui égale MA. L'expression de F c'est QV vectoriel B égale à MA. Donc A c'est Q sur MV scalaire B. الوغ قلنا باش نبينو على ان الحركة دائرية منتظمة خصني ندير اسقاط في لاباز دافرين. الوغ بالاسقاط في اساس فرين، الوغ باغ بروجيكسيون دون لاباز de
Freiner. Alors, la base de freiner, il y a la particule P, U, N. Alors, nous allons de l'accélération. Alors là, j'ai fait un massage. Nous avons fait un massage comme itnen ou un massage de HE de plus. Donc, من هاد العلاقة هادي اش غنستنتج؟ الو غادي يبقى كون كونسيكونس ان ا عمودي على في. حنا تنعرفوا على ان في دائما تتكون مماسة للمسار، توجور لا فيتيس اي طونجونسيال على تراجكتوار، دونك في شاك بوان تتكون هي لا طونجونت. دونك باش تكون عندك ا بيربونديكولير على في و بيربونديكولير اوسي على بي، ساشون كو بي سو اونترون، اذا اخ ستكون نورمال A هي هادي A تتكون H كما قلنا في الكور تتكون سنتريباد يعني انجذابية مركزية. إذا ملي تدير الإسقاط أول حاجة تمشي دير هنا تتكتب على أن A تناخد القيمة المطلقة ديال Q على M في V في B، بما أن V و B في 80 عطاهم ليا متعامدين السينوس ديالهم هو 90، ها هو كتبو. ولكن حنا هنا باقي تنتكلمو في فيكتور، هاد الفيكتور اش غيكون؟ غتكون لا نورمال ان. اي دونك باغ كونسيكونس ا كو، الوغ انا عندي لا بارتيكول ديالي هي اش او دو بلوس. اش يعني؟ تيعني على ان كو ديالها هي زائد دو او، عندها دو شارج. دونك من هناش غتولي عندك كو غتعوضها بدو او بوزيتيف فوا في فوا بي سوغ ام فوا اش فوا ان. اذا انت وصلتي للاسقاط ديال هذه العلاقه. غتعاود تذكر باش باساس فرنش هيلم هاي نعلم ان شنو هي لاكسيليراسيون ا. الوغ ا هي ا طونجونسييل بلس ا نورمال. ا طونجونسييل هي ديريفي ديال لا فيتيس بارابور او طون فوا يو بلس لا فيتيس اللي هي في او كاري سور ار فوا ان. مزيان، دونك ملي توصل هادي غنقارنو هاد التعبير مع هاد التعبير، تلاحظوا في أن هاد التعبير ما عنديش أو، إذا ما عندكش أو أش يعني؟ تيعني على أن هنا صفر مضروب في المتجهة أو، إي دونك، أشنو عندنا؟ ألوغ هنا تتحل واحد المعطوفة، ألوغ هنا تنجو نقولو على أن دي دو في سوغ دي دو تي هادي اللي مضروبة في أو هي اللي مضروبة في هادي، إذا هنا زيرو. إذا كانت عندي هادي تتساوي زيرو، الإشتقاق ديال شي حاجة تساوي زيرو يعني على أنها ثابتة، لا فيتاس إي كونستون. دون سو كا كون كونكليزيون شناهي؟ أن الحركة منتظمة. إذا حنا بينا على أول طرف، دونك لو موفمون إي أونيفورم. دابا غنرجع للإكسبرسيون الثانية، هي أن في أو كاري سوغ إر إيكال إتش إيكال دو E, B fois V sur la masse. Alors ici on parle de qui? De la masse de H2. La masse de H2. La masse de. On a dit la particule de la terminée là. Donc maintenant on a dit que le carré est de la vitesse. Et je cherche le rayon. On a dit que le rayon est de la vitesse. Et donc on a dit que R est H. Il y a la masse de l'hélium. Fois la vitesse sur 2 e b. Wachi kamel, il est constant. Il est constant. Le coût de la constante, l'intensité du champ magnétique constante, la charge élémentaire constante et la vitesse, on vient de montrer qu'elle est constante. Donc, il y a un index, al-masar, da'iri. Je n'ai pas mis R. R, il est un peu plus grand, ou le bras, ou M. HE fois V sur 2E fois B. Alors d'abord, nous allons nous donner ce bédil choua RO2 à choua RO-. Regardez, il y a un choua غير le marquez. Il y a un choua qui est à 2 qui est à 2 qui est à 2 qui est à 2 qui est à 2. Il y a un choua qui est à 4 cm et il y a un choua qui est à 1 cm. Non, non, pas, je trouve.
الوغ ديزولي صحاب اليوم شتي نسجل هداك الشيء شتي نتا ساليت عاد بغيت نشوف القطار سميت نسجلش الوغ نعاود الوغ دابا قلنا الطريقة رقم جوج كيفاش غنديرها غنمشي ندير نفس الخدمة غنعتبر على أن الدقيقة خاضعة لورونس فقط لأن الوزن ديالها مهمل غنمشي نطبق القانون الثاني ديال نيوتن غنوصل حتى هنا وغنوقف إذا رجعنا للشكل في أي نقطة من هذا المسار إلا درتي لاباز ديال الفرينينغ دائما المنظمي نحو المركز والمماسي تيكون مماس للمسار وعمودي على المنظمي اذا دابا انا القوه دائما في اي لحظه تتكون عندك مماس تتكون عندك منظميه يعني هنا هذه هي اف كيف ما كانت هنا هذه هي اف كيف ما هنا هذه هي اف اذا اف دائما تابع اش المنظم اذا ملي غنمشي ندير اسقاط اساس فريني اش تمشي دير تاخذ هذه وديرها الاسقاط على هذه بشويه عليك يعني الاسقاط ديال اف على او غتعطيني ام في الاسقاط ديال ا على او اللي هو اتانجونسيال وغنمشي ندير اف على ان غتعطيني اف نورمال ها هي فوا ام فوا لاكسيليراسيون نورمال من بعد غترجع لهذا السطر الثاني اللي كاين هنا هو الاسقاط اف عموديه على او اذا زيرو و اف متوازيه مع ان اذا تتساوي اف وهنا غتعوض شحال تتساوي ا تي بشحال تتساوي ا ان ا تي هي الديريفي ديال لا فيتاس بارابور او طون و ا ان هي اي في او كاري سور ار اذا من هنا طونك لا ماس نون نول طاتك دي دو في ايكال زيرو وهنا غتعاود تاخذ ليكسبريسيون ديال اف اللي درناها قبل اللي هي اش اللي هي او في 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 بي الوغ دابا هنا غتختزل لا فيتاس مع لا فيتاس هنا بعدا هذه الاولانيه عطاتك دي دو في سيغ دي دو تي ايكال زيرو سافو دير كو لا فيتاس اي كونستان دونك لو موفمون اي اونيفورم من هذه بجوج غتختزل لا فيتاس اللي كاينه هنا مع هذه غتشاط لك هي ام ال اي فوا في سيغ ار ايكال او بي طلع هذه هبط هذه لقيتي على ان داك الشيء اللي بغاو هما اذا عندك المسار دائري الوغ هنا تتلاحظوا على ان السؤال رقم 4 والسؤال رقم 5 هو نفس السؤال اللي تعاود في الامتحان وهنا دائما هذه الطريقه اللي تخدموا بها في الامتحان الوطني تيقول لك تحسب لي الشعاع ديال كل وحده الوغ دابا الا خديت الشعاع ديال اخ اكس وخديت الشعاع ديال ال اي عندك كلشي يقول لي هي 3 و 6 راه النص ديالها هذاك راه سميتو ديامتر اي انه القطر هذا الاولاني هو 3 سنتيمتر وهذا هو واحد ونص هو نص ديال الدائرات اللي عندك اذا هنا شحال عندك هي جوج اذا عاوتاني باش تعرف شكون هو الايو اللي عندك غتمشي دير اش غنمشيو نديرو المقارنه ديال الكتل بجوج الوغ كونسيديرون كو لو موفمون دي دو بارتيكول et circulaire uniforme. Alors, il a tabarna anna harakat al-daqiqatayn. Alors, on a huma al-daqiqa x de plus wa l i plus. Haraka دائرية منتظمة إذا هنا الأولانية خرجتي الشعاع ديالها هي إخ إل إي بلوس كانت عندك هي لاماس ديال إل إي بلوس في في الشحنة ديالها بلوس يعني عندك أو فوا بي ألوغ دابا الثانية إخ إكس دو بلوس شنو هو الفرق؟ هو أن عندك الكتلة ديال إكس دو بلوس عندهم بجوجهم نفس لا فيتاس بجوجهم سومي لو ميم شون مانيتيك ولكن لا شارج ديالك هنا شحال هي 2 او اذا ملي غتمشي دير عاوتاني ار ديال 2 اكس بلس سوغ ار ديال ال اي بلس غتقول لي علاش درتي هادي وراه هما علاش قالوا لك دير هاد المقارنه اذا من هنا خصك تفكر على انك تلقى التعابير ديال بجوج تقسم وحده على الاخرى اذا هنا شنو غتلقى الا شديتي الاولانيه خلي ام اكس دو بلس على جوج وخرج في او بي والتحتانيه هي ام ال اي بلس على في على او بي علاش خرجتهم حيت هما اللي غنختزل سينو حطهم وتختزل على خاطر خاطرك اذا من هنا وصلتي لاش وصلتي على ان ار اكس دو بلس على ار ال اي بلس تتساوي ام اكس دو بلس على جوج المرات ام ال اي بلس هادو عطاوني جوج اذا لديت هذه هنا هادشي قلنا تساوي جوج
إذا شحال تتساوي ام اكس دو بلس؟ تتساوي هي جوج في جوج ام ال اي بلس، إذا هي أربعة المرات ام ال اي بلس. إذا دابا مشينا للتطبيق العددي، ام اكس دو بلس هي اش؟ الوغ هنا عندنا هي أربعة، تتلاحظوا في الجدول عطاهم لنا بلي ماس مولي اتوميك، يعني بلي يو ام. انا خدت انا بلي يو ام هي 6.015 يو ام. الوغ انا حسبت شي مزيان غتعطيك هي 24.03 يو. غتمشي تقلب على شكون هي لا بلي بروش. هنا هنا عندك الاولى 23.985، يعني 985، اخرى 25.98، اخرى 39. اذا هذه اقرب لاش. اذا نقدروا نقولوا على ان ام اكس دو بلس تقريبا او قريبه من 23.985 يو ام. اذا قريبه لهذه. اذا شنو هي لا بارتيكول ام او دو اكس؟ دونك لا بارتيكول اكس دو بلس هي ماذا؟ هي ام جي دو بلس 12 24.